أعزائي المشاهدين، اخترنا في هذه الحلقة من حلقات هذه السلسلة من الأحاديث عن أعلام من العراق أن نتحدث عن أديب كبير ظلت مؤلفاته مخفية بعيدة عن نظر الباحثين، حتى نشر أهم مؤلفاته في الآونة الأخيرة، فإذا به عملاق من عمالقة الأدب والتاريخ والثقافة بوجه عام. ذلك الرجل هو ابن الشعار. ابن الشعار هذا اختلف في نسبته، يعني هو لماذا ابن الشعار؟ وقيل أنه نسب إلى الشعر لأنه جمع كما هائلا من أشعار معاصريه، ضمها إلى كتابه سماه عقود الجمال في فرائد أدباء هذا الزمان. ولكن كثيرون كانوا يجمعون الشعر في زمانه، منهم ابن الفوطي في كتابه تلخيص مجمع الآداب، ومنهم ابن المستوفي في كتابه نباهة البلد الخامل، يعني لم يكن شيئا ينفرد به عن غيره. والصحيح أنه نسب إلى مهنته المتواضعة، كان الشعار هو الذي يظفر الحبال، الذي يقوم بهذه المهنة في صناعة الحبال يسمى شعارا. وهناك سوق في الموصل ما زال معروفا هو سوق الشعارين، السوق الذي يعني توجد فيه دكاكين ومشاغل الذين يقومون بهذه الحرفة، لا سيما وأن أديب عصره المعاصر له وهو ابن المستوفي الإربلي لاحظه مرة، رآه مرة وهو يحمل معه آلة صناعة الحبال، فهو إذن من يعني كان يمتهن هو وربما أسرته من قبله مهنة يعني متوسطة أو ربما متواضعة، لكنه اشتهر بأدبه حتى أصبح لقبه هذا مبعثا لتصور أنه ربما نسب إلى الشعر وربما نسب إلى يعني اهتماماته الأدبية، مع أنه كان يعني كان يحترف هذه المهنة التي ذكرنا. لسبب لا نعرفه ترك مدينة الموصل، هو موصلي وعاش في الموصل وفي سوق الشعارين، ترك الموصل وذهب إلى إربل، لا نعرف بالضبط ما هي الدواعي. وهناك في إربل حضر الصالون الأدبي كما نقول اليوم، المجلس الحافل الذي كان يعقد في دار الوزير الأربلي الشهير بأدبه ابن المستوفي. ابن المستوفي هذا كان ظاهرة يعني فريدة من نوعها، هو وزير ولكنه كان أديبا مشجعا للحركة الأدبية، وكان يقصده الأدباء من كل فج عميق، من البصرة ومن الواسط ومن بغداد ومن حلب ومن أقطار مختلفة يقصدون إربل ليحضروا هذا المجلس الحافل. وهو كان يضيفهم حقيقة، بل ويعينهم أيضا ماديا، يعني من كان يحتاج إلى عون كان يدعمهم ماديا. فحضر ابن الشعار هذا المجلس وأظهر من المكنة في مجال الأدب وحفظ الشعر وغير ذلك ما لفت نظر ابن المستوفي المشجع الأول للأدب، ويعني ساعده بل وظفه، ربما قيل أنه وظفه كاتبا في الديوان، والديوان هو ديوان الإنشاء، يعني الدائرة التي تحرر الرسائل إلى المدن والأقطار الأخرى. وكان أيضا يعني يكلفه بأن يحمل مبالغ من المال إلى بعض الشعراء والأدباء المعوزين. كسب ثقة إذن ابن المستوفي، حتى أن ابن المستوفي ترجم لهذا ولم يكن يعني كبيرا في العمر، يعني لا ندري كم كان عمره يوم كتب ابن المستوفي ترجمة لابن الشعار في كتابه نباهة البلد الخامل في من
وفد إليه، أو هذا المعنى من الأماثل، يعني عده من الأماثل الناس الذين كانوا يعني نبهت بهم مدينته أربيل. ابن الشعار هذا كان يعني فتى قوي الملاحظة سريع الحفظ، فحفظ وسجل كل ما كان يدور حوله من معالم ومن مظاهر الحياة الأدبية، ترجم للعديد من الناس الذين كانوا يفدون إلى أربل، ولم يكتفي بهذا، من الناس الأدباء المتميزين الماهرين المبدعين ترجم لهم أو سجل تراجمهم في مجموعات كان يعني يجمع فيها هذه التراجم، ولم يكتفي بهذا فحسب، وإنما سعى لمقابلة أولئك الأدباء أينما سمع أن في مدينة ما أديبا أو عالما أو شاعرا ذهب إليه، مع رداءة الطرق ومخاوف السبل في ذلك العصر، فذهب إلى واسط وإلى بغداد وإلى تكريت وإلى حلب وإلى دمشق، كان يرحل إلى كل بلد أول ما يذهب يسأل عن الأدباء الكبار في هذا البلد فيقابلهم، يعني ما نسميه اليوم فن المقابلة الشخصية، يقابلهم ويسجل نماذج من شعرهم من أدبهم إلى غير ذلك. فلقي احترام الناس حقيقة، وذاع صيته واحترمه علماء عصره احتراما كبيرا، يعني كثير من الناس ابن الفوطي وغيرهم ذكروه بخير، وذكروا أنه كان يعني نابها تماما في ما كتب. جمع هذه التراجم في كتاب ضخم بلغ 10 مجلدات كاملة. هذا صانع الحبال، تصوروا، يستطيع أن يكتب كتابا يعجز عن كتابته الأدباء، 10 مجلدات كاملة كتبها في تراجم وأدب أهل عصره، سماه قلائد الجمان في فرائد أدب أدباء هذا الزمان، يعني المعاصرين له. الكتاب جاء موسوعة حقيقية، يعني لا تفيد في الجانب الأدبي فحسب، وإنما من خلال التراجم التي سجلها فيه يستطيع الباحث اليوم أن يعيش عصر ذلك العصر، العصر الذي هو يعني سبق الاحتلال المغولي لأربل وللمشرق الإسلامي ولبغداد بنحو 0.5 قرن تقريبا أو مقدار جيل. هذه المرحلة المهمة من تاريخ العالم الإسلامي يمكن للباحث اليوم أن يتنفسها، أن يحسها من خلال قراءته للمجلدات العظيمة التي يتكون منها كتابه قلائد الجمان. ظل قلائد الجمان يعني بعيدا عن أيدي الباحثين وبعيدا عن أيدي الذين أرخوا لهذه المرحلة، لم يعتمدوا عليه إلا من خلال شذرات نقلها عنه مؤرخون تالون، إلى أن حقق تحقيقا حسنا حققه الأستاذ كامل سلمان كامل الجبوري، وظهر للناس محققا على نحو جيد، فأصبح معينا لكل باحث أن يلجأ إليه. الباحثون في تاريخ أربل، في تاريخ العراق، في تاريخ العالم الإسلامي، في تاريخ كل هذه الأقطار، كان أصبح لزاما عليه أن يرجع له، لأنه لم يكن ثمة يعني شيء يعوض عنه في دراسة ذلك العصر الثالث. يعني وفاته أيضا هي موضع شك في أو تردد لدى بعض الباحثين، والغالب أنه أما توفي قبل الاحتلال المغولي بفترة قصيرة بسنة أو نحو ذلك، أو توفي بعد الاحتلال المغولي بأشهر يعني أو نحو ذلك، هناك اختلاف بين المؤرخين في تحديد زمن وفاته، ولا ندري إن كان قد عاصر تلك الأيام يعني السود التي مرت على بلاده نتيجة الاحتلال المغولي، أو أنه قارب ذلك يعني قبل أن يأتي المغول
بفترة قصيرة، لا سيما أن المغول غزوا أربل حتى قبل سقوط بغداد، يعني قبل 656، وتعرضت المدينة إلى حصار وإلى أنواع من المعاناة. لا ندري يعني كيف استطاع أن يعني أن يعيش أو أن يعاني من تلك الظروف الصعبة، لأننا لم نجد في كتابه يعني أثر لهذه المعاناة، يعني لم يذكر شيئا عن الاحتلال المغولي، ولربما كان قد أنجز كتابه هذا قبل أن يمر بهذه الظروف المدلهمة التي مرت على بلده. لم يكتفي ابن الشعار بهذا، كتب كتابا آخر في 14 مجلدا أو نحو ذلك، خلال فترة لا تتجاوز 4 سنين. لذلك بعض الباحثين يرون أن هذا الكتاب إن هو إلا كتاب قلائد الجمال، لأنه لا يعقل أن يؤلف شخص بمفرده كتابا بهذا العدد الضخم من المجلدات في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 4 سنين. ولكننا يعني نقول بأن رجلا فذا كهذا، سريع الحفظ، سريع الكتابة، بالغ النشاط والحركة، لربما استطاع أن يكتب هذا الكتاب الذي سماه التذكرة، وهو كتاب مع الأسف الشديد ضاع وفقد، ولكن إذا ما وجد سيكون سببا في تضاعف معلومات الباحثين عن عصره، ولربما سجل ما لم يسجله في كتابه قلائد الجمال. الرجل كان يعني غزير الإنتاج، واسع الأفق، واضح العبارة، مشرق الأسلوب، لأن كتابه هذا قلائد الجمال يوضح يعني يدل ويكشف عن براعته في فن الكتابة والتزامه بمنهج محدد في الكتابة. لم يكن يكتب يعني هكذا أي ترجمة وأي كلام، وإنما كان الرجل يلزم نفسه بأن يأتي بالاسم الكامل لمن يترجم له، وتاريخ وفاته بالضبط، وتاريخ ولادته، وتاريخ وفاته، فإن لم يجد فيذكر السنة التي كان حيا فيها، ثم يأتي بنماذج مختارة تنم عن ذوق رفيع في الاختيار. ليس سهلا أن يلتقط إنسان شيئا من شعره شاعر، وإنما المهم أنه يستطيع أن يلتقط أو أن ينتقي من شعره ما هو جدير بالتسجيل. فجاء كتابه هذا يضم نماذج بالغة الروعة لأولئك الشعراء الكبار، ربما كان ينتقي من شعرهم ما يلائم ذوقه، وكان ذوقه رفيعا فعلا كما كشف عنه كتابه هذا. يعني ابن الشعار في تقديرنا يمثل نموذجا للمثقف العصامي. الرجل كان فتى لم يعرف في صباه إلا صناعة الحبال، ولكنه تجاوز مهنته إلى عالم فسيح، عالم الأدب، ولم يكتفي يعني بمهنته بحرفته، وإنما مضى ليحضر مجالس الأدباء وليقرأ كل ما في وسعه أن يقرأه في عالم لم يكن الكتاب متاحا كما هو اليوم. يعني الكتاب المطبوع لم يكن موجودا، وكان القارئ النهم مثله يقتضي أن يغادر بلده أو أن يمضي إلى خزائن الكتب الشخصية أو الملحقة بالمدارس ليقرأ فيها ما يقرأ. ابن الشعار هذا ترك مدينته بعد أن استوفى ما فيها من مصادر أدبية، فذهب إلى أربل، وكانت أربل في ذلك الوقت يعني على أعتاب نهوض حضاري كبير من خلال حكم أميرها الأديب وأميرها الحقيقة
مؤسس لكثير من المشاريع الخدمية والثقافية والعلمية مظفر الدين كوكبري. هذا الأمير ربما يعني تتاح لنا فرصة أن نعرف به، لأنه كان هو مرسي أو مؤسس أو واضع أسس النهضة الحضارية التي شهدتها أربل في عصره. فذهب ابن الشعار إلى هذه المدينة حينما سمع بمظفر الدين كوكبري وبوزيره الأديب ابن المستوفي، ذهب إليها ليأخذ منها ما يشبع نفسه التواق للأدب والعلم، فأصبح من المداومين في مجلس ابن المستوفي هذا. ابن الشعار كان يعني نموذجا للأديب الذي لا يكتفي، والعالم والباحث الذي لا يكتفي بمحدودية مكانه، وإنما كان يرحل إلى أي بلد كان. يعني وتصور أنه كان يعني القارئ لسيرته يتصور أن الرجل كان يركب طائرة يعني يحلق بها فينزل في هذا البلد أو ذاك، مع أن الطريق من أربل إلى دمشق إلى حلب إلى مدن العالم الإسلامي كان مخوفا. يعني هناك متاعب الطريق والمضي على ظهور الإبل وغير ذلك، كان يسلك كل سبيل ليصل إلى مدينة فيقيم فيها، فلا يغادرها إلا بعد أن يتأكد من أنه قابل وأخذ من كل أديب نابه في هذه المدينة. كان الرجل صبورا على العلم كما نقول، وكان ثمرة صبره أن كتابه هذا الذي يعني عثر عليه مؤخرا وحقق مؤخرا أصبح كنزا لا يقدر بثمن، يكشف لقارئه وللباحث عامة عن سعة أفق هذا الأديب وعن سعة العالم الذي تحرك فيه وتجول فيه وجمع منه ما جمع من أفانين العلم والأدب. يعني ابن الشعار حقيقة سيرته جديرة بأن نقف عندها. انظروا إلى الاهتمام المبكر الذي أبداه بطلب العلم. عمره 25 سنة، شاب يبدأ بتأليف كتاب ضخم كالذي بدأ فيه، يتردد إلى مجالس الأدباء مع أنه كان يشكو الفقر، بحيث أنه رؤية وهو يحمل آلة صناعة الحبال. يعني كان الرجل حرفيا، وكان ذلك لا يمنعه من أن يهتم ويسعى في طلب العلم والأدب. والآن بعض طلبتنا حينما تسألهم لما لا توسع آفاق معرفتك بقراءة المصادر الخارجية والمضي إلى، يقول له والله أنا يعني دروسي صعب أن أفرغ منها، فما بالك أن أقوم بغير هذا، أو أني أقوم بحرفة، أو أني يعني أعمل عملا ما، وبالتالي لا يتسع وقتي لأن أزيد من ثقافتي كما ترغب. في حين هذا الرجل وغيره من أبناء ذلك العصر كانوا ناس عاديين حرفيين، ومع ذلك استطاعوا أن يعني يبزوا أقرانهم وأن يبرزوا في مجالات بعيدة تماما عن حرفهم، فيخلدوا ذكرهم وينفع الناس وتبقى آثارهم شاهدة عليهم وعلى نبوغهم. أعزائي المشاهدين، لعلنا نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة مقبلة لنتحدث عن علم آخر من علماء العراق. وإلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.